أبدأ بآية من مزمور 48. شعرتها كده جوايا دلوقتي، لها علاقة بالرب بيكلمنا فيه في هذه الأيام. ورسالة الأمس رسالة مهمة، عشان كده احنا كنا حريصين انها تتنشر سريعا النهاردة، فاتنشرت بالفعل على اليوتيوب. رسالة مهمة لأنه النهاردة وبكرة في نفس الاتجاه، بك أمجاد يا مدينة الله. مزمور 48، وارفع ايدك كده وقول باسم الرب يسوع، كل ما يريد الرب أن يكلمني فيه يجد مكانا في قلبي. غمض عينك كده في هذه اللحظات واعلن إيمانك أن كل ما يريد الرب أن يكلمك فيه يجد مكانا في قلوبنا، وتبقى يبقى قلبك زي الأرض الجيدة التي تزرع فيها بذار الكلمة فتأتي بثمر كثير. اعلن إيمانك كده النهاردة باسم الرب يسوع، قلبي يبقى زي الأرض الجيدة، بذار الفرح تجيب ثمر فرح في حياتك اليوم وغدا وبعد غد وفي السنة الجديدة باسم الرب يسوع. بذار التسبيح والعبادة تجيب ثمر تسبيح وعبادة. اعلن كده، قول كده بصوت عالي حتى أو بداخلك، قول باسم الرب يسوع أكون أرضا جيدة لاستقبال الكلمة، وأطلب من الرب يكلمك كلمة خاصة، أنت الرب يكلمك كلمة خاصة في هذا الاجتماع. قول للرب خدني يا رب أنا كده كأنه أنا قاعد في جلسة خاصة معك. أطلب من الرب، تكلم مع الرب كده في ثواني قبل ما تسمع الكلمة. أطلب من الرب ليصير هدوءا عظيما في مدينة حياتك، استقبل الكلمة في هدوء حقيقي باسم الرب يسوع. يا رب أشكرك، ركز مع الرب كده في اللحظات دي، صار هدوءا عظيما. آمن أنه قبل حتى ما تسمع الكلمة، لو أنت أتيت إلى هذا الاجتماع وفي أمواج عالية وفي ضوضاء، باسم الرب يسوع يصير هدوءا عظيما. إيه اللي فيه ضوضاء؟ بيتك؟ ارفع إيدك كده بإيمان وقول باسم الرب يسوع الآن هدوء عظيم. جسدك في ضوضاء، تحتاج شفاء لقلبك، شفاء جسدي للقلب. الآن الرب يطلق شفاء، ارفع ايدك كده باسم الرب يسوع لعضلة القلب باسم الرب يسوع. هاليلويا، الرب يطلق شفاء، راحة وضبط للضغط، لضغط الدم ضبط الآن في اسم الرب يسوع. دي فرصة كده تاخد من إيد الرب شفاء لجسدك. هدوء، راحة، شفاء، مجد للرب. هاليلويا. بص كده على اللي جنبك في هذه اللحظات كده بهدوء وقول له هدوء وراحة وشفاء. هاليلويا.
هاليلويا. رب يصنع هدوءا. هل تؤمن؟ ارفع ايدك عالي كده الان. الذهن يهدى والجسد، اي حاجه في الجسد متنشنه تعبانه، الان الرب يشفي يشفي يشفي. يضع يده عليك، يضع يده عليك. بص على الرب، الرب هو اللي يجي يحط ايده عليك. ليس خادم لكن الرب بنفسه. وأي ضغط من الأرواح الشريرة، نرفع أيدينا جميعا ونتحد باسم الرب يسوع، أي ضغط من الأرواح الشريرة على حياتك ينكسر الآن. لا تحتاج إلا الإيمان بدم الرب يسوع عشان أي ضغط من الأرواح الشريرة ينكسر الآن. قبل ما تسمع الكلمة اعلن إيمانك كده، ارفع إيدك واعلن إيمانك. هاليلويا. مزمور 48. عظيم هو الرب وحميد جدا في مدينة إلهنا، جبل قدسه. عظيم هو الرب وحميد جدا في مدينة إلهنا. ارفع ايدك كده وقول باسم يسوع، الرب يتعظم جدا في مدينة حياتي. الرب يتعظم جدا في مدينة حياتي. عظيم هو الرب وحميد جدا في مدينة إلهنا. ارفع ايدك واعلن ايمانك كده باسم الرب يسوع. ما زلت أشعر كده أي أمور بتعيق عمل الرب في دائرة من دوائر حياتك يريد الرب أن يتعامل معها الآن، ارفع إيدك مرة تاني واعلن باسم الرب يسوع. عظيم هو الرب وحميد جدا في مدينة إلهنا، جبل قدسه. جميل الارتفاع فرح كل الأرض، جبل صهيون فرح أقاصي الشمال، مدينة الملك العظيم. جميل الارتفاع، دي الكلمات اللي شعرتها لمعت جوايا وإحنا بنصلي. جميل الارتفاع. ارفع إيدك مرة تاني قول باسم يسوع، الرب يرفعني من أرض إلى أرض أعلى. اعلن إيمانك كده باسم الرب يسوع، تكون هذه الاجتماعات كأنك بتصعد الجبل، كأنك بتبدأ من يمكن مستوى منخفض لكن بتعلو تعلو 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 مع الرب. يعطي الرب إمكانيات جديدة، يعطي الرب نعم رؤية جديدة، يعطي الرب اتساع جديد
في أمر إذا أخذته من إيد الرب يحصل أمر تدريجي جميل الارتفاع. أنا شعرت هذه الكلمات مضيئة بداخلي وإحنا بنصلي، أما يوجد أشخاص دخلت إلى هذا الاجتماع يمكن في مستوى معين، يمكن في يمكن مش زيرو، يمكن مش على الأرض، لكن في مستوى 2-3-4. الرب عايز يعمل ارتفاع في حياتك أكتر أكتر أكتر. الرب يريد أن يصنع ارتفاعا في حياتك في اسم الرب يسوع. الرب عايزك تعدي إلى العام الجديد وإنت شاعر ومتشجع بعمل الرب في حياتك في الارتفاع في اسم الرب يسوع. هذه مشيئة الرب، هل تؤمن؟ ارفع ايدك كده معي واعلن ايمانك. هذه مشيئة الرب. ايه مشيئة الرب؟ انه تقول لي الوقت الاخير من العام كان في ضغط من العدو عليا، اقول لك العدو كان يحارب يمكن في مستويات انت ما تعودتش عليها قبل كده، لكن ما هي مشيئة الرب؟ مشيئة الرب يحدث تعافي، وزي ما كنا بنقول امبارح الرب بره الزمن. انت الزمن الطبيعي مش هو اللي بيتحكم فيك، اللي العدو بيعمله في شهور يمكن يجي الرب في ايام ويعكسه وتشوف الارتفاع بيحصل تاني في حياتك. زي ما الآية بتقول كده، تنبت صحتك سريعا. تنبت دي يعني ايه؟ يعني تشوفها وهي بتنبت، تشوف صحتك وهي بترجع. هل تؤمن انه الرب الشافي موجود في حياتك؟ عشان كده صحتك ينفع ترجع، ينفع وجهك يشرق من جديد، ينفع جسدك ياخد قوة وياخد حيوية. ولو انت شعرت بالشيخوخة الوقت اللي فات، ينفع جسدك، هللويا، الروح القدس يعمل فيه بقوة للإحياء في هذه الأيام، هللويا. هذه مشيئة الرب، هذه مشيئة رب. ادي المجد للرب مرة تاني، هللويا. جميل هو الارتفاع، جميل الارتفاع، فرح كل الأرض، جميل الارتفاع. دائما تلاقي في الكتاب المقدس الجبال، احنا بنتكلم في هذه الأيام عن مدينة الله. دي ايه؟ دي مدينة صهيون، دي على جبل صهيون، جبل صهيون. دائما الحياة مع الرب فيها ايه؟ فيها اني اصعد الجبل، وانا بصعد الجبل قوة الروح بتتدفق، فبيحصل تغيرات انت تشوفها بعينيك، ليس بمجرد كلمات بنقولها في الاجتماع، لكن تغيرات انت تشوفها بعينيك. هل تؤمن؟ هل تؤمن؟ ليس مجرد تعزية لكن تغيرات، هللويا. مش مجرد تعزية، مش مجرد كلمات، لكن تغيرات بالروح القدس. جميل الارتفاع باسم الرب يسوع. يا رب تعالى بقوة، تعالى بقوة. قول الرب كده، يا رب تعالى عليا بقوة. ليست مجرد اجتماعات، ليست مجرد عظات، ليست مجرد ترانيم أو موسيقى، لا، ده ايه؟ ده عمل الروح القدس. وعمل الروح القدس ده يبدأ معاك في الاجتماع ويستمر باسم الرب يسوع. يبدأ في الاجتماع ويستمر، وعمل الروح القدس ده ملهوش حدود أبدا، هللويا. جاءتني رسالة مشجعة امبارح بعد الاجتماع من خارج مصر في أقصى الأرض، شخص بيقول أنا وأنا معاكم أونلاين في الاجتماع، بيقول حضور الرب اجتاح الغرفة، بيقول أنا على الأرض في حضور الرب. نعم، لأن حضور الرب يجتاح، لأن حضور الرب لا يقف أمامه حدود، لأن حضور الرب لا يقف أمامه أزمنة ولا أوقات، لأن حضور الرب يمكن أن يغير ويعكس أي انخفاض العدو عمله في حياتك. هل تؤمن؟ حضور الرب يعني ده إيه؟ لو أنت عايز بقى تقولي إيه اللي جواك للسنة جاية، أقولك اللي جواك للسنة جاية دي سنة حضور بقى. رب يجي بحضور غير عادي، والحضور ده يجي بالنعمة، والحضور ده بيجي على الضعيف فيخليه قوي، والحضور ده بيجي على الفقير فيخليه غني، والحضور ده بيجي على اللي مش بيفهم كويس فيخليه بيفهم، هللويا. الحضور يأتي باسم الرب يسوع، الحضور، هللويا، الحضور الإلهي. جميل الارتفاع، فرح كل الأرض. جبل صهيون. بالأمس تأملنا في آية من أشعياء 33، هاللويا. ادي المجد للرب مرة تاني بقوة كده. أشعياء 33، بالأمس تأملنا في آية رقم 20. انظر صهيون مدينة أعيادنا، عيناك تريان أورشليم مسكنا مطمئنا، خيمة لا تنتقل،
لا تقلع أوتادها إلى الأبد وشيء من أطنابها لا ينقطع. ده وعد إيه؟ الرب بيوعدك بإيه؟ يوعدك إنه مسكنك يكون مطمئن، وبيوعدك إنه اللي الرب عمله في حياتك الأوتاد بتاعت الخيمة والأطناب بتاعت الخيمة لا تقلع الأوتاد ولا تنقطع الأطناب في اسم الرب يسوع. بيقولك الرب إيه؟ بيقولك زي ما رنمنا كده، أنا أثبتها. أنا اتكل على النعمة، لا تدع ما يحدث يخيفك، لا تدع ما يحدث يجعلك تنزعج، اتكل على النعمة في اسم الرب يسوع. اتكل على النعمة لأن الرب يريد أن يؤسسك بالنعمة ويريد أن يثبتك بالنعمة في اسم الرب يسوع. تقولي أنا منزعج لأن العدو عمل كذا في حياتي أو في حياة حد من أحبائي، يمكن مش في حياتك الشخصية لكن في حياة حد من أحبائك، تقول أنا منزعج، أقولك لا تنزعج، تعال إلى الرب في اجتماعنا معا وقل له أيها الرب حاول العدو أن يزعجني بهذا الأمر، لكني أؤمن باسم الرب يسوع أن الخبر السيء لا يكون في اسم الرب يسوع، وأنك أنت ترسل أخبارا حسنة، والخبر بقى الطيب يسمن العظام في اسم الرب يسوع. الخبر الطيب بقى يخليك كده وانت قاعد في محضر الرب تشعر انه جسدك بيسترد العافية، تشعر انه جسدك بيسترد القوة بتاعته في اسم الرب يسوع. الخبر اللي جاي تقولي ايه بقى اجود خبر؟ اقولك اجود خبر ده الانجيل، ان الكلمة صار جسدا وحل بيننا، وان يسوع قد مات وقام لاجلنا وصعد الى السماوات وارسل الروح القدس. هذا هو الانجيل. انجيل يعني اخبار حسنة، جيل يعني أخبار طيبة. الخبر الطيب يعمل إيه؟ عشان كده بتفرح لما تسمع الأخبار دي. ليه؟ لأنه الخبر الطيب يسمن عظامك ويخلي نفسك تحيا ويخلي روحك تنتعش. يا رب في اسم يسوع لتمتلئ أفواهنا بأخبار السماء، تمتلئ أفواهنا بأخبار السماء في اسم الرب يسوع. هاليلويا. يقولك انظر صهيون مدينة أعيادنا، وربطنا هذه الآية بالأمس بالشواهد من صموئيل الثاني الأصحاح السادس وأخبار الأيام الأول أصحاح 16. أنا براجع عشان ما كانش موجود امبارح. افتح معي أخبار الأيام الأول 16. ربطنا ليه صهيون بالذات؟ قلنا لأنه صهيون دي الحصن بتاع داود من صموئيل الثاني. تقدر تراجع لما تروح صموئيل الثاني 6، تلاقي انه صهيون دي الحصن بتاع داود، دي المدينه اللي داود اخذها وسميت مدينه داود. صهيون اتسعت بعد كده عشان تشمل، يمكن التسميه بقت تشمل اورشليم كلها، وقلت لك حتى بجبل المريا اللي اتعمل عليه بعد كده الهيكل. لكن في لما نقول صهيون في الاصل دي ايه؟ دي الدايره الضيقه دي، المنطقه، البلد، المدينه اللي دخلها داود وقال دي مدينه داود. عشان كده في ناس تحب تعمل كده زي تمايز ما بين صهيون واورشليم، تقول لك اورشليم ده المؤمنين كلهم، لكن صهيون بقى ده ايه؟ دول المؤمنين الممتلئين بالروح القدس، اللي مليانين بالفرح، اللي المؤمنين الروحيين العروس، اللي ملتصقين بالرب. ارفع ايدك قول باسم يسوع ليكن هذا العام في حياتي انتقال الى صهيون باسم الرب يسوع. يرفعك الرب من منطقة ويضعك في صهيون مدينة الأعياد. اشبع كده بالرب، قول له يا رب أنا عايز أشبع بيه خلال هذا العام فتحصل النقلة دي. اشبعي بالرب. إزاي تحصل النقلة دي؟ حينما تشبع بالرب. يعني عايز تبقى مؤمن روحي قوي، اشبع بيسوع. بص كده للي جنبك وقول له الوصفة دي، عايز تبقى مؤمن روحي قوي اشبع بيسوع، اشبع بيسوع، اشبع بالخبز. ما هو ليه؟ ما هو خلي بالك، بولس ما قدرش يكلم كنيسة كورنثوس كمؤمنين روحيين، يقول لهم لم استطع ان اكلمكم كروحيين بل كجسديين. ليه؟ لانه كنيسة كورنثوس ما كانوش شبعانين بيسوع. حينما اشبع بيسوع انتقل بقى من اي مرحلة منخفضة في حياتي الروحية. جميل الارتفاع، ارتفع. ارفع ايدك كده باسم يسوع حياتي تتنقل باسم يسوع، اروح من مستوى لمستوى باسم الرب يسوع. لا ابقى في المستوى اللي انا كنت فيه سنة 22 حتى لو المستوى ده كان كويس، انا عايز حياتي تتنقل. ارفع ايدك كده واطلب من الرب لا تنظر الي، البعض ينظر الي، انظر الى الرب لان الرب هو الذي يستطيع ان يأخذ بيدك. هاليلويا. الرب هو الذي يستطيع ان ياخذ بيدي. المعجزه اللي الرب بيعملها الارتفاع، الارتفاع، الارتفاع. مش بنرنم في الارتفاع، الارتفاع دي المعجزه اللي الرب عايز يعملها معاك
في كل يوم من أيام السنة الجديدة تلاقي إيه؟ تلاقي في حاجة بترتفع في حياتك، الصحة بترتفع، النجاح بيرتفع، الالتصاق بالرب بيرتفع، الزرع بتاع الرب بيرتفع في حياتك في اسم الرب يسوع. آمن كده، ارفع إيدك وقول باسم الرب يسوع هاليلويا هاليلويا. قلنا بقى صهيون دي ليه مدينة أعياد؟ دي اللي داود دخل التابوت بقى فيها بالخيمة الجديدة بتاع داود اللي سماها الكتاب خيمة داود، وسماها بعد كده خيمة داود الساقطة لما بقتش موجودة. ده إيه بقى؟ بقت صهيون مدينة أعياد لأنه بقى فيها الخيمة بتاع داود اللي دخل فيها التابوت. ورأينا بالأمس إزاي إنه داود عمل حاجة برا الزمن. أنا بحاول أفكرك كده، كم حد كان موجود امبارح؟ عدد مش بطال. بحاول أفكرك وأقول للأشخاص كمان اللي ما كانوش موجودين، والأشخاص اللي بيتابعوني كمان عبر الإنترنت. فإيه اللي حصل في صهيون لما داود دخل التابوت العهد للخيمة اللي هو عملها؟ الخيمة الأصلية، خيمة الاجتماع، كانت في جبعون، في مرتفعة أخرى في جبعون. لكن داود قرر إنه يضع تابوت العهد في الخيمة اللي هو عملها، ووقف الناس حوالين الخيمة ديت، وأعطى بقى خمر، وأعطى خبز، وأعطى زبيب، وعمل احتفال، وهو نفسه بقى يرقص قدام التابوت، وأقام المغنيين أمام هذه الخيمة. الرب يقيم مغنيين في العام الجديد في اسم الرب يسوع. ارفع ايدك كده، ولو انت شاعر من زمان انه في جواك يمكن مسحه، بس يمكن لم تطلق حتى الان في التسبيح وفي العزف ويمكن في الرقص امام الرب، باسم الرب يسوع اطلب من الرب الان المسحه اللي لم تطلق تطلق في اسم يسوع. لكن ايضا اريد ان احذرك، شعرت بالتحذير ده كده النهارده، اريد ان احذرك لا تصطنع شيئا. يعني أنا بقول لك صلي إنه المسحة اللي جواك تطلق في التسبيح، في العزف، في رفع الأيدي، في الرأس بالرايات، في لا تفتعل شيء ولا تصطنع شيء. خلي بالك، قول للرب كده، أنا يا رب لا أريد أن أكون سببا في تعطيل المسحة. حينما أكون في خلوتي أو حينما أكون مجتمعا مع إخواتي بنصلي، ما يطلعش مني حاجات بقى شفت ناس بيعملوا كذا وكذا وكذا وعجبني ده وعايز الفت الانظار فايه فاروح انا كمان عامل. لا، خلي بالك، ده عزة لما حب يسند التابوت ضرب ومات. لا تعبس مع حضور الرب، لا تحاول ان تقلد. انا شعرت بهذا التحذير لانه اشعر انه الرب هيدينا عام ممتلئ باظهارات الروح القدس وممتلئ بالمواهب، لكن لابد أن يكون هذا في ذهنك. لا 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 تكون ككنيسة كورنثوس باسم الرب يسوع. ارفع ايدك كده واعلن معي، لا أكون كالأفراد اللي في كنيسة كورنثوس اللي كانوا فاكرين إنه المواهب دي لعبة، اللي كانوا لا، باسم يسوع يوجد هيبة لحضور الرب، ولابد أن تخضع للرب. نعم، لا تفتعل امور، ما تشوفش حد بيعمل حاجه معينه فتشعر انه ده حصل حضور الهي لما عمل كذا، انا كمان بقى ما هعمل كذا. لا، ده ايه ده؟ باسم الرب يسوع مره تاني كده، حضور الرب يهيمن علينا، ودائما الامور تصنع في لياقه. برضو شعرت بهذا، يعني انا بقول لك كده ببساطه، بشارك باللي جوايا لأجل الأيام اللي باقية في هذا العام والعام الجديد. الأمور تصنع بلياقة، يعني ممارسة مواهب الروح، ممارسة الغناء والرقص للرب، لابد أن يكون هناك لياقة. لازم تحط الوصايا بجانب بعضها بعض. ده الكتاب لما يتحدث عن رفع الأيدي، يمكن تأملنا في هذه الآية، ما كنتش عامل حسابي أني أربطها باللي بقوله. تأملنا في هذه الآية أسبوعين، يمكن من حوالي أسبوع أو اثنين في الاجتماع الأسبوعي. ده الكتاب حينما يتحدث عن رفع الأيدي، ويتحدث عن رفع الأيدي للرجال وللنساء أيضا. الآية بتقول كده لو تفتكر، حينما يتحدث لما يجي رفع الايدي عند الاخوات، يروح حاطط ايه بقى؟ حاطط زي ضوء كده، زي تركيز على انه ده بقى لازم يبقى في لياقه وفي حشمه و و و و ليه؟ لا، لكي لا يترك فرصه لاي امر ليس فيه لياقه.
عشان كده هو الرب بيشجعنا انه في اظهارات للروح، انه العام الجديد يمتلئ بتسبيح، يمتلئ برفع ايد، يمتلئ بتبويق، يمتلئ باسم الرب يسوع. كل هذا يكون تحت مسحه من اللياقه وتحت مسحه، نعم، من مهابه الرب. هللويا. والرب يعطي للاشخاص المتقدمين بقى في وسطنا او في وسط المكان اللي انت جاي منه، الكنيسه، او الرب يعطي حكمه وتمييز لايقاف اي امور العدو يبقى عايز يصلحها بالجسد. ارفع ايدك كده واتحد معايا باسم الرب يسوع. ده ايه ده؟ نتحد معا، شعب الرب يتحد معا، انه لا ميوعة في عبادة الرب، لا ميوعة في عبادة الرب، لا امور كده شكلية في عبادة الرب. لا نقدم للرب الذبيحة العرجاء او العمياء او باسم الرب يسوع. ارفع ايدك كده عالي، هاليلويا، قول انا بخضع باسم الرب يسوع. اذا الرب وجه لي بقى، انا بقول لك كده امور جوايا ممكن بقى تلاقيها بتحصل باسم الرب يسوع. قول انا بخضع لو الرب وجه لي من خلال الاشخاص المتقدمين في الايمان او اللي بيتابعوا حياتي، لو وجه لي الرب كده كلمه تحذير، ما بخضع كده ببساطه شديده باسم الرب يسوع. ليكن تسبيح الرب وعبادة الرب في وسطنا عبادة نقية وتسبيح نقي يليق بملك الملوك رب الأرباب. ارفع ايدك عالي كده باسم الرب يسوع. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. شعب معيد في مخافة حقيقية، شعب معيد في مخافة حقيقية. ما خلي بالك، اصل العدو لما يحب ما يبقاش في نهضة يعمل ايه؟ يا اما يشكك الناس في مواهب الروح القدس، ويشكك الناس في اظهارات الروح القدس، ويخلي الناس تمتنع عن ممارسة مواهب الروح، ويخلي الناس تمتنع عن الرقص وعن التسبيح الرب زي مزمور 150 كده ما بيقول بقى بصوت الصور وبالصنوج، ويخلي يشكك ويخلي الناس تتوقف. دي طريقة. او الطريقة التانية انه لما يلاقي بقى المؤمنين مش عايزين يتركوا ميراثهم في التسبيح والعبادة، يحاول يدخل بمظاهر العالم أو بأمور الجسد في منطقة التسبيح والعبادة. ليه؟ عشان يلوث، فيخلي مثلا أشخاص اللي بيعزفوا يخليهم يسمعوا موسيقى العالم ويقنعهم، يقولوا عشان تتعلموا مثلا تكنيكس جديدة، عشان فيسمع موسيقى وراها أرواح شريرة فتتلوث الموسيقى التي نعبد بها الرب. وممكن مش لازم تبقى بتعزف، ممكن العدو يعمل معاك انت شخصيا كده. ليه؟ عايز يلوث عبادتك للرب. فتلاقي بقى انه هنا داود رقص قدام التابوت، بس داود وهو بيرقص شوف قال ايه الميكال لما تهكمت عليه، قال لها ده انا ايه بقى؟ ده انا رقصت قدام الرب. كيف تنقى عبادتك؟ كيف تنقى أي أمور أنت بتعملها في العبادة؟ إنك تبقى بتعمل ده أمام الرب وليس أمام الناس. أمام الرب وليس أمام الناس. ارفع إيدك كده وقول باسم يسوع، كل ما أفعله يبقى أمام الرب وليس أمام الناس. هاليلويا هاليلويا. هنا بقى داود بقى جاب التابوت، وتابوت العهد بيرمز الى حضور الرب، وعمل حاجه زي ما كنا بنقول امبارح، عدت الزمن بتاعه. وهنا بقى الرب علمنا مبدا مهم، انه العيد هو حضور الرب. صهيون مدينه اعيادنا ليه؟ لانها المدينه اللي استعلن فيها حضور الرب لما التابوت رجع. العيد هو حضور الرب. ورب علمنا حاجه تانية مهمه، حضور الرب اللي هو العيد فيه تفتدى ازمنتك. يعني وانت بتعيد للرب بتعيد بمخافه وبلياقه، ايه اللي بيحصل بقى؟ اي ازمنه العدو حاول انه يجبتها، انه يسرقها في حياتك، هذه الازمنه بتطلق حينما تعبد الرب. تطلق. عشان كده تلاقي بقى، ابدا بقى اخش كده على شواهد اكمل اللي كنت بقوله امبارح. تلاقي في خروج 5 والحديث بقى هنا عن إطلاق الشعب
خروج 5:1 يقول لك: بعد ذلك دخل موسى وهارون وقالا لفرعون: هكذا يقول الرب إله إسرائيل، اطلق شعبي، قول بقى بصوت عالي، لماذا؟ اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية. بص، مشيئة الرب بقى ايه؟ مشيئة الرب، مشيئة الرب انك تتحرر عشان تعرف تعيد لي. ما هو الشعب هنا ايه؟ الشعب تحت قيود، الشعب تحت عبودية وذل، مش عارف يعبد الرب بقلب طيب. يدخل بقى موسى وهارون امام فرعون يقولوا له، الرب بيقول لك اطلق شعبي عشان يعيد. شوف، الرب هيعمل خروج لحوالي 2 مليون شخص. ده خروج ضخم جدا، ده تغير في خريطة المنطقة دي كلها، في تغير بيحدث في خريطة المنطقة في هذا الوقت. لأنه تخيل أرض مصر لو فيها بقى في هذا الوقت بقى، لو نقول 3 مليون، لو نقول 4 مليون، لا ندري، كأنه إيه ده، نسبة كبيرة جدا بتخرج من الأرض، وهذه الكتلة ستظل متحركة في البرية إلى أن تصل الأرض كنعان. الخريطة بتتغير، بس بص التغير العظيم اللي في الخريطة، مركزه إيه عند الرب؟ مركزه إنه شعب الرب يعيد للرب. يعني شفت بقى تغيرات عظيمة جدا بتحصل، يعني يشيل الرب أشخاص ويحط أشخاص ويبدل أماكن، ولماذا؟ لكي يعيد شعب الرب للرب. هذا الأمر مهم جدا عند الرب، إنك تعيد للرب. بص كده للي جنبك كده وقول له، مهم عند الرب إنك تعيد بفرح. قول للي جنبك، شجعه. قول له مهم عند الرب إنك تعيد بفرح. مش عايزك يا رب يعدي كده موسم الأعياد عليك وانت مش حر. ارفع ايدك باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع تكسر اي قيود في العبادة الآن. تقولي ما بعرفش اعبد الرب، هو ده ايه ده؟ نفسيتي تعبانة مثلا، جسدي معيا. اقولك لا، في الاصل اللي ما بيعرفش يعبد الرب ده ابليس ضاغط عليه. عشان كده في الأصل لازم يحصل حرية روحية. لو أنت بتعرفش تعبد رب، أو بتعرف تعبد رب أوقات قليلة، أوقات تاني تحس لك مضغوط، أو هو إيه اللي بيضغط عليك؟ إبليس. ليه إبليس بيضغط عليك؟ لأنه مش عايزك تعبد. ليه مش عايزك تعبد؟ لأنه مش عايزك تعيد. اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية. لما تروح على خروج 7 وهتلاقي بقى ده بيتكرر بعد كده، وعدد 16 أو نقرأ من عدد 14 يقولك: ثم قال الرب لموسى: قلب فرعون غليظ، قد أبى أن يطلق الشعب. في مرات يبقى العدو بقى رافض. نرفع ايدينا ونعلم باسم الرب يسوع، سينكسر رفض العدو، سينكسر عناد العدو. ويعلن إيمانك إنه التقدم اللي حصل في حياتك سيظل في الارتفاع. وينكسر باسم الرب يسوع أي عناد للعدو. ثم قال الرب لموسى: قلب فرعون غليظ، قد أبى أن يطلق الشعب. اذهب إلى فرعون في الصباح، إنه يخرج إلى الماء وقف للقائه على حافة النهر، والعصا التي تحولت حية تأخذها في يدك وتقول له: الرب إله العبرانيين أرسلني إليك قائلا: اطلق شعبي ليعبدوني في البرية. تقدر تحط الآيتين بقى جنب بعض، الآية بتاعت 5: اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية، والآية هنا: اطلق شعبي ليعبدوني في. تلاقي إيه الكلمتين اللي متساويتين هنا؟ يعيدوا ويعبدوني. عايز تعرف بقى ايه الخطه بتاعت ابليس عشان يسلب العيد بتاعك؟ يوقف العباده. خطه بسيطه جدا، لانه يعيدوا يعني يعبدوني، يعبدوني يعني يعيدوا. يا رب صلي في اسم يسوع تضيء امامك، يضيء امامك هذا الحق ببساطه. ما انت في مرات لما تضع الايات جنب بعض، اتعلمنا ده قبل كده، انه في مرات تلاقي نفس الايه مقرره، او في مرات تلاقي المزمور مقرر، حط الاثنين جنب بعض هتتعلم دروس. اطلق شعبي ليعيدوا لي، اطلق شعبي ليعبدوني في البرية. في البرية ايه المشترك بقى هنا؟ او يعني ايه الكلمتين اللي نحطهم جنب بعض المختلفين؟ يعبدوني، لنقارنهم ببعض، يعبدوني ويعبدوني.
يعيده. إذن حينما تعبد الرب بطيبة القلب العيد سيأتي. هل تؤمن؟ عشان كده العيد ما بقاش يوم ولا اثنين ولا ثلاثة في السنة، هو كل يوم. هذه هي مشيئة الرب، بس الروح القدس النهاردة بقى بيقولك هل تحيا العيد في كل يوم أم أن هذه مجرد كلمات؟ هنا لا نقول مجرد كلمات، لكن الرب يريد أن يحول الكلمات إلى واقع. يعني الرب عايزك تاخد الحق وتخرج به تواجه حياتك، تخرج بالحق تقول أنا لا، الأسبوع ده عد عليا من غير ما أخد بقى وقت عبادة قوي عيدت فيه للرب. ده تقدر تحط الخطة دي كده، حط خطة إنه في الأسبوع في يوم كده. على فكرة الخطة دي الرب كان حاططها، يعني دي مش خطة، يعني ده الرب كان يعني هروح لك شاهد تاني، لوين 23. هاليلويا. عدد واحد، كلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل وقل لهم مواسم الرب التي فيها تنادون محافل مقدسة، هذه هي مواسمي، ستة أيام. بص حط نقطتين فوق بعض، يعني إيه؟ يعني المواسم اللي هي الأعياد اللي هي المحافل هيبتدي يتكلم عنها دلوقتي. إيه أول عيد؟ ستة أيام يعمل عمل، وأما اليوم السابع ففيه السبت عطلة محفل مقدس. بص تاني، كلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل وقل لهم. إيه اللي الرب بيعمله النهاردة؟ بيديك تعليم بسيط عن الأعياد. العيد إيه؟ عبادة. طيب والرب عايزك بقى إيه؟ لو أنت ده مش حاصل في حياتك ابتدي بيوم. يعني ده مش معناه انك ما تعبدش الرب كل يوم، ما اقصدش كده، لكن اقصد انه خلي في يوم مميز في الاسبوع. انا الرب كان بيكلمني وانا جاي يعني عن امور عمليه تتعمل السنه اللي جايه عشان نعبد الرب، عشان نسبح، عشان نمتلئ بالروح، عشان ما يبقاش بس بفرح في الاجتماع مره في الاسبوع. لا بقى بفرح في الاجتماع مره واثنين في الاسبوع، بقى عندي يوم انا بسبح فيه الرب، وعندي كل يوم بقى وقت تاني بعبد فيه الرب. الرب يريد أن يأتي بمياه الروح على حياتك، بس عشان الرب بقى يتمكن أن يفعل هذا لازم تتعاون مع الرب. بص يقول لهم هنا وكلم الرب موسى مرة تاني قبل ما أقرأ، ارفع ايدك كده قول الرب الدين يا رب أمور عملية في العام الجديد. حينما أعبد عيد، والرب بقى بيقول لك خصص يوم كده في الاسبوع، ده غير خلوتك اليوميه وغير مقابلتك مع الرب كل يوم، لا خصص وقت كده في الاسبوع، خلي الوقت ده ايه؟ يوم كده تبقى انت في اجازه او تبقى انت بقى وبيتك ممكن، وخصص الوقت ده ليه؟ هنعبد الرب معا وهنعيد. ولما نتقابل مع بعض كده كل اسبوع نقول لبعض ايه؟ عملت ايه في العيد بتاع الاسبوع دوت؟ عملت ايه مينا في العيد بتاع الاسبوع ده؟ تقولي دي مشيئة الرب، اقولك ده الكتاب اللي بيقول، ده مش اختراع، انا مش بخترع لك اختراع. ده بص اقرا تاني لوين 23، كلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل وقل لهم مواسم الرب التي فيها تنادون محافل مقدس. يعني ايه؟ يعني اعياد. هذه هي مواسمي، ادي الاعياد بتاعتي اهي. أول نقطتين فوق بعض، أول عيد ستة أيام يعمل عمل، وأما اليوم السابع ففيه السبت عطلة محفل مقدس. محفل يعني إيه؟ عيد، احتفال. يعني الرب عايز الشعب بتاعه يعيد كل قد إيه؟ على الأقل كل أسبوع مرة. حد مشتاق؟ على الاقل كل اسبوع مره. عشان كده احنا بنتعامل مع الاجتماع الاسبوعي لانه احتفال اسبوعي.
بس احنا عايزين الرب يزود. يبقى انت عندك احتفال، انت ارفع ايدك الاثنين كده اشتاق. لو انت جاي ما عندكش اللي انا بقوله ده وما اختبرتوش اشتاق، قول له يلا يا رب تعالى بالروح القدس فكرني بالكلام ده وانا نايم، فكرني يوم كده التاني يوم يبقى صبح اجازه وانا يمكن نسيت انسى الكلام ده. لا يا رب تعالى انت فكرني بالروح القدس، خليني يا رب اصحى كده بقول انا النهارده عايز اعمل محفل مقدس. وبص يقول لهم ايه، عملا ما لا تعملوا انه سبت للرب في جميع مساكنكم. سبت يعني يعني راحه، يعني بقى حينما تعبد ستعيد، وحينما تعبد وتعيد سترتاح. لا يريدك احد الاستراتيجيات اللي العدو استخدمها في النص الثاني او يمكن في الربع الاخير من سنه 22، احد الاستراتيجيات اللي استخدمها العدو للحرب وللهجوم هي الانهاك الزائد في حياه المؤمنين. سواء كنت اخذت بالك او لا، والرب لا يريد لهذه الدائره ان تكمل معك. الرب يريد ان يكسر هذه الدائره. كيف يكسر الرب دائره الانهاك؟ بيكسر الرب دائره الانهاك مش بانه يجي يطبطب عليك ويقول لك ما تزعلش معلش مش هتبقى منهك تاني، لا، بيكسر الرب دائره الانهاك بانه يطلقك لتعيد. الطريقه اللي الرب بيعالج بيها الامور مختلفه تماما عن طريقه علاج العالم. الطريقه اللي الرب بيعالج بيها الامور مختلفه تماما. العالم لما يجي، وده الطبيعي يعني، العالم ده انا مش هنا مش بقول حاجه العالم بشره يعني، لا ده الطبيعي، خلينا اسميها الطبيعي. الطبيعي لما يجي يعالج الامور في مرات يعالج الامور ببطء بقى ويقول لك بقى لازم بقى تاخد بقى وقت، يبقى الوقت ده تبقى ما بتتحركش، تبقى مش عارف ايه، تبقى الرب لما بيجي يعالج الامور. بعضكم سمعني بقول هذه الكلمات خلال الايام اللي فاتت، تلاقي ايه في ايه حاجات فجائيه بتحصل. شخص بيبكي ويهتز من البكاء يتحول اهتزازه الى رقص في نفس الموقف. شخص عاسر متعسر بيتكعبل بيتشنكل، ايه اللي يحصل؟ فجاه يبقى كداود الذي يرقص. الرب بيعالج كده. عندك ايمان؟ دي اسمها ايه؟ اسمها المعجزات. عندك ايمان ان الرب يعمل معجزات في حياتك؟ عندك ايمان انه الامر اللي في حياتك اللي محتاج تغييرات تقولي انا ما مستني وهستنى شهور؟ ولا اقول لك الرب بقى ما بيكلمنا الرب عن ايه في هذه الايام؟ عن انه يكسر سلطان الزمن الطبيعي اللي بيحط الحاجات في قوالب من على حياتك. ده اللي داود عمله، وده اللي عمل صهيون، وده اللي عمل العيد. وعشان كده في العيد بقى الاعياد الالهيه دي ايه؟ ده كان الرب حينما اعطى الاعياد الالهيه كانه بيقتحم بالاله اللي عنده الارض الطبيعي عشان يكسر الريتم الطبيعي. عشان كده تلاقي الرب في اعطائه للاعياد حريص جدا انه الاعياد تبقى بشكل مستمر frequently، يعني بشكل ايه؟ متكرر. بشكل متكرر تلاقي فيه تكرار. ليه؟ تلاقي الرب يدي المحفل الاول ده اللي هو ايه؟ يوم السبت بالنسبه للشعب في العهد القديم. يعني ايه؟ يعني كل ست ايام يروح جاي يوم كاسر. واخدين بالكم؟ كل ست ايام يروح جاي يوم كاسر. وبعدين هل ده بس المحافل؟ لا، لما تبص تلاقي ايه؟ اداهم محفل ايضا في راس الشهر. يعني ايه ده بقى؟ يعني لو هما هنا هيقعدوا بقى قدام الرب اليوم ده هيقضوا منه مثلا 8 ساعات او لا، يوم تاني بقى، او احنا بقى لا، في يوم تاني بقى في الشهر هنعمل ايه؟ هنقعد بقى من الساعه 10 الصبح لغايه الساعه 10 بالليل. في حاجه بتتكسر في اليوم بتاعك، في الشهر بتاعك. هتفهم؟ الرب يعطينا ادوات عمليه لاجل العام القادم. لانه خلي بالك، لانه كلما تقدمنا العدو بيضغط اكتر والارض بتزداد ظلاما، اما عليك فيشرق نور. في استراتيجيات الرب بيديها. فهنا ايه بقى؟ هنا يوم السبت ده بيكسر التردد الطبيعي بتاع الاسابيع، يروح مديهم كمان محفل في بدايه الشهر.
ويروح مديهم كمان محفل في بداية السنة اللي هو في عيد الفصح لما، ومحفل آخر في برضو في شهر 7 كان عندهم، ومحافل بقى ده في أعياد، في 7 أعياد بتتكرر 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 بتتكرر. كل ما الطبيعي يجي يفرض نفسه العيد يروح طالع، كل ما الطبيعي يفرض نفسه أول ما تسمع العيد يعني إيه العبادة تروح طالعة، العيد يروح طالع يروح كسر الطبيعي. مش أنت عايز أدوات عملية تكسر بيها الطبيعي اللي ممكن يبقى ضغط عليه خلال الوقت اللي فات؟ الرب بيديك الأدوات العملية، أعبد عيد هترتاح، الريتم الطبيعي هيتكسر. وقول الرباعية دي للي جنبك، عظه أو عظيها، أعبد عيد هترتاح، الريتم الطبيعي يتكسر. يعني ايه بقى؟ نتكلم بقى بشكل عملي. يعني لما الاقي، اعتقد ان دخلته في حاجات تاني صح، دخلته في حكايات تاني كده. يعني ايه بقى؟ يعني لما تلاقي في تراكم 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 بيحصل عليك من دوائر متعددة، والعدو عايز يستخدم الدوائر الطبيعية اللي فيها العمل، الـ الـ الأسرة، في مرات حتى الخدمة، عايز يستخدم الدوائر عشان يضغط عليك وما تبقاش قادر تتنفس، يعمل إنهاك. تعمل أنت إيه؟ تقول تبقى أحكم من العدو. أحكم من العدو إزاي؟ أروح للكلمة. الكلمة كانت بتقول إيه للشعب؟ كانت بتقول للشعب أعبد عيد ارتاح، الريتم الطبيعي كسر. هروح عامل ايه؟ هروح جاي وانا تعبان، لو انا شعر بانهاك شديد جدا في نهاية اليوم هعمل ايه؟ هروح رفع قلبي للرب وابتدي اعبد الرب، اعبد الرب، اعبد. ممكن تعبد تبتدي من نغمة منخفضة لانك تعبان، والنغمة تعلى 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 تعلى، تلاقي نفسك في اخر وقت العبادة بترقص امام الرب وتكتشف ان جسدك قد استرد صحته باسم الرب يسوع. ليأتي الالهي الفوق طبيعي على حياتك. اعبد 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 باسم الرب يسوع. ده 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 التردد ده اللي الرب بتاع الاعياد اللي الرب ممشيه دوت، او الذبذبه الثابته دي، ما كانتش بس ايام وشهور، دي كانت سنين كمان. ده كل 6 سنين عندهم سنه 7 فيها سنه اللي هي السنه السبتيه بيسموها، يريحوا فيها الارض. وبعدين كل بقى 7 سنين، يعني كل 49 سنة تيجي السنة 50 اللي هي سنة ايه؟ اليوبيل. عيد ده كل دي اعياد. بص الرب زي ما اهتم انه يضع وصايا ويحط وعود ويروح عامل ايه؟ حاطط اعياد. في العيد بتاخد القوة عشان تعيش الوصية، وفي العيد الوعود بتطلق. في العيد بتاخد القوة عشان تعيش الوصية، وفي العيد الوعود بتطلق في اسم الرب يسوع. شوف الرب جميل ازاي. ده إلهنا. إلهنا لما عايز يسلمك ميراثك يعمل ايه؟ مش دخلك منازعات، لا، يقولك اعبد اعبد. تقولي طب في مرات بدخل منازعات، اقولك طب اعبد كفاية، اعبد كفاية باسم الرب يسوع. وانت بتعبد الرب وانت بتعيد كفاية للرب، حينما يأتي العدو لينازعك، منازعات العدو لم تصنع عندك انهاك، منازعات العدو في مرات ستظهر غنى إلهك. ما ده اللي حصل عند إسحاق. ايه اللي حصل عند إسحاق؟ نزعوه. ايه لما نزعوه ايه اللي حصل؟ ظهر غناه اكتر وغنى إلهه. ما حصلش بقى اسحاق بقى ما اتضغطش واتكسر وقال بعد ما مشيت ورا الرب ولقينا بير جم اخدوه، بس قلت اكمل، جيت على نفسي قلت اكمل، فكملت ولقيت بير تاني، بس ايه اللي حصل؟ جم اخدوه، مش هكمل تاني. لا، ما قالش كده اسحاق، ما قالش كده. ليه؟ لانه اسحاق كان واثق انه ابوه ترك له ميراث، ولانه اسحاق على جبل المرية تقابل هو وأبيه إبراهيم، تقابل تقابل مع يسوع، اتقابل مع يسوع. بص إسحاق، أنا أعتقد أن القوة اللي في حياة إسحاق كانت بسبب نصرة العبادة اللي حصلت في الموقف بتاع إبراهيم وإسحاق مع بعض. ما ده موقف إيه ده؟ لما طلع يقدم ده عبادة. بص العبادة حينما تكون العبادة حقيقية تعمل إيه؟ تديك قوة
وباسم الرب يسوع تورث أبنائك قوة أيضا في اسم الرب يسوع. لما تبقى العبادة حقيقية، بعبد الرب، بعبد الرب بقلب حقيقي، بعبد الرب بقلب حقيقي باسم الرب يسوع. ارفع ايدك كده يا روح الله تعال على اي شخص في هذا المكان، مازال قلب يا رب مش لين في ايديك باسم الرب يسوع. ما العبادة دي ايه؟ دي قلب. حط ايدك كده على قلبك وقول يا رب تعال على قلبي، تعال على قلبي اعبدك باسم الرب يسوع، عايز اعبدك يا رب. هاليلويا هاليلويا. تقولي بقى بس انا عارف الكلام ده لكن مش قادر اعيشه. اقولك ما هو في بعد في العيد، رب كلمني عن هذا البعد. اقولك في بعد في العيد اسمه انك بتستسلم للرب. بص كل ده العيد، كل ده مرتبط بالعيد في الكتاب المقدس. ايه مرتبط بالعيد في الكتاب المقدس؟ العباده، عيد يعني اعبد، الراحه مرتبطه بيه، العيد والعباده، كسر كل امور العدو بيحاول انه يخليها شغاله وحبسك فيها، بتتكسر في العيد، بتتكسر في العباده في اسم الرب يسوع. كل ده مرتبط بالعباده. تقولي بس انا مش قادر اعمل ده، اقول لك ما في امر اذا لم تفهمه ولا تعرف تعبد ولا تعرف تعيد ولا تعرف ترتاح ولا حاجه خالص. ايه الامر ده؟ الامر ده هو انك لابد ان تقدم نفسك ذبيحه. ده في قلب العباده وفي قلب العيد. مش العباده عيد والعيد عباده؟ حد هنا؟ طيب العباده بتاعت ابراهيم كانت ازاي؟ قدم ذبيحه. خلي بالك لأنه هنا تجتمع المتناقضات. ليه؟ لأنه لما بتقدم ذبيحة أنت ما بتقاش مرتاح، بس تلاقي بيطلع من ده، من عبادتك بتقديم نفسك كذبيحة، ده اللي بيطلع منه العيد. بص في آية مميزة جدا في سفر المزامير، مزمور 118، يمكن مش معروف الترجمة اللي أنا هقولها ليها، لكن دي الترجمة الأقرب إلى الأصل من الترجمة اللي موجودة في العربي أو الإنجليزي. مزمور 118 وعدد 27، ويا رب أنا بصلي كده الروح القدس يصحبنا. جميل هو الارتفاع، الروح القدس بياخدك كده من مستوى لمستوى. ارفع إيدك كده قول يا رب تعالى أنا مستسلم، خدني من مستوى لمستوى، عبادة عيد راحة، بس عايز يديك المفاتيح الرب، عايز يديك المفاتيح. كيف بقى؟ ازاي تعبد بقى؟ تعبد لازم يبقى فيه ايه جوه قبل ما تعبد؟ لازم يبقى فيه جوه ان انت ذبيحة. مزمور 118 عدد 27، يا رب المس الضعفاء في هذا الاجتماع. كل شخص ضعيف في الداخل بقى لا يقوى في مرات على استقبال الإعلان، يا رب تعالى إلمس الضعفاء. افتح الأذهان، قول للرب كده افتح ذهني عشان استقبل الإعلان أعمق 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 أعمق. ما هو ده إيه؟ ده نوع من الضعف الداخلي باسم الرب يسوع. مش دايما بيبقى قيود، مش دايما بيبقى أرواح شر بتعمل إعاقة في الفهم، أو لا، ده في مرات بيبقى ايه؟ بيبقى الاناء لسه ما اتسعش عشان يستوعب الاعلان. عارف كيف يتسع الاناء بقى؟ بانسكاب الاعلان نفسه مره اخرى، عشان هذا مهم. في مرات في اشخاص وهو بيتعلم وهو قاعد في تعليمه وقاعد في وعظه او يستوعب جزء من الاعلان، بس في اجزاء تاني ما مش قادر يستوعبها. لما لو الحاله دي حصلت لك او بتحصل لك ما تطنشهاش. حد هنا؟ معلش كده اتاكد ان اللي جنبك موجود، عشان في الحتت اللي زي كده الناس بتبص في اي حته. الرب بيكلمك عشان الرب عايز يحل ازمات. انا اعتبر هذه الكلمه كلمه عمليه جدا لان الرب عايز يحل ازمات. معلش تاني كده شوف اللي جنبك اخباره ايه، طمن عليه. ليه في مرات
الإناء ما بيستوعبش الإعلان في مرات، لأنه في مرات يبقى الإناء لسه صغير، لسه ما حصلش اتساع. مش دايما بيبقى أرواح شر، مش دايما بيبقى أرواح غي مثلا، لا ممكن يبقى شخص ما فيش أرواح شريرة بس لسه الإناء ما اتسعش. تقولي طب أعمل إيه عشان الإناء يتسع؟ أقولك هنا في كلمة مركزية اسمها الإرادة، أنك بإرادتك تسلم إناءك للرب في لحظة الإعلان، لأنه الإعلان انسكابه في إناءك هو نفسه اللي بيوسع الإناء. كم واحد فهم الجملة اللي فاتت دي؟ هللويا، الإناء بيتسع. هللويا. مرة تاني، الكلمة المركزية هي الإرادة، إنه لما تلاقي نفسك مش عارف تستقبل الإعلان في مرات ما تطنش، ما تقول أنا الحتة دي في الوعظة كانت صعبة ما فهمتهاش. ما ترفعوش إيديكم، بس حد يعرف اللي أنا بقوله ده؟ ما تطنش. لا، امال تعمل ايه؟ تيجي بالتضاع. ده محتاج ايه؟ ده محتاج التضاع. ما الاراده عشان تتحرك في اتجاه صحيح محتاجه ايه؟ محتاجه التضاع. التضاع يعني ايه؟ يعني اتعامل مع نفسي، انا ما فهمش الحته اللي ما فهمتهاش، مفيش مشكله، مش معنى انك ما فهمش الحته انك ما تفهمش. يعني شكرا انكم بتضحكوا، بس بجد انا عايز اطمنك، يعني مش معنى ان انت ممكن في حته ما فهمتهاش ان انت اقول عيب اقول ما فهمتش دي، ما فهمش يعني يقولوا عليا ما فهمش. لا، ما هو ممكن تبقى ما فهمتش دي بس فهمت دي بقى محتاجه ايه؟ الإناء يتسع. طب اعمل ايه؟ بص، ادوات عمليه. اجي بالتضاع بالاراده بتاعتي قدام الرب، اقول باسم الرب يسوع انا بارادتي عايز إناء يتسع. يلا يا رب، ما هربش من الاعلان. هللويا. ما هربش من الاعلان، يعني وانا قاعده في الاجتماع كده، وانا قاعد في الاجتماع ما هربش، ما اقولش هنخش على التسبيح دلوقتي هفهم كل اللي في التسبيح نشكر الرب. لا، انا مش لا اتحدث الى شخص او اتنين او لا، انا عارف انه ممكن يبقى في اشخاص في مرات بس انت بتخجل تقول كده. والرب عايز يتعامل معاك ليه؟ اصله الرب عايزك تدخل السنه الجديده معاك ادوات جديده لاستعلام مجده في حياتك. بص هقول لك تاني التركيبه دي، المفتاح التضاع يقود ارادتك، عشان وانت في اللحظه نفسها هقول كلمه بس فهمني صح، تصارع مع الاعلان. هتفهم التعبير ده؟ تصارع مع الاعلان يعني ايه؟ يعني لما يبقى في اعلان في الجو بس انا مش مستقبله اعمل ايه؟ ما طنش. اطنش ده كبرياء، عشان ما متفقين. ليه؟ لانه في اعلان، يعني الرب عايز يسلمك حاجه. طب انت بتطنش، يعني انت بتقول ده مش مهم، يعني انت بتعرف اكتر من الرب. لا، عشان كده قلت لك في البدايه يحتاج ايه؟ اتضاع. وخلي بالك عشان دي المنطقه اللي دائما الاتضاع ده ايه بقى؟ ذبيحه. بص انا بتكلم في الذبيحه، مش واخد بالي ان انا بتكلم في الذبيحه. الذبيحه ده الاتضاع، اني باجي للرب بالتضاع واقول له رب انا ذبيحه. هوريك ايه دلوقتي عظيمه جدا جدا بتربط العيد بالذبيحه بشكل مش معقول. اجي للرب بالتضاع واقول له رب انا ذبيحه، انا مش عايز اعلان من الاعلانات اللي انت عايز تدهاني في الاجتماع او في خلوتي او في السنه، او مش عايز تضيع مني فايه، انا جاي بالتضاع شديد. اكسر هذا الاناء ايها الرب. هل مستعده تنكسر لتستقبل الاعلان؟ تقولي هو الاعلان ده حاجه غاليه قوي كده؟ اقول لك بدون الاعلانات لن تنضج مع الرب. يعني في اشخاص عاشوا حاجه مقفوله كده، فازه مقفوله، اناء مقفول. ليه؟ ما عمرهم ما دخلوا في صراع مع الاعلان، بيكبروا دماغهم. ليه؟ ما ممكن يبقى عنده خبرات سلبية قبل كده مثلا في التعليم، في التوجيه، فبالنسبة له أي حاجة هتستفزه لكي يتعلم يبذل أو, 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 أو يعني يبذل مجهود داخلي، ما بقصدش يبذل مجهود بالذهن، يعني يصلي ويقول رب تعالى وسعني، بالنسبة له لا 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 أنا عايز إيه؟ أنا عايز الوقت بتاع التسبيح دوته. حلو وقت التسبيح بالتأكيد، الرب هيدينا أوقات تسبيح السنة الجاية كتير قوي قوي قوي، بس اوعى تبقى انت ده اللي انت دائما انت شاعر انه انا مش بفهم العظه، انا مش بفهم التعليم، انا لكن انا عايز وقت التسبيح. لا، ده هنا في خلل في الحياه. بص الرب بقى عايزنا نرى الامور بشكل صحيح. لما اتكلم عن اظهارات ومواهب يقول لك لياقه ومخافه، لما اتكلم عن تسبيح عظيم جدا جدا جدا
يقولك ايه؟ تعليم وخضوع للوعظ وفهم. الرب عايزك شخص صحيح، مش عايزك شخص عندك رجل اطول من رجل. الرب عايزك شخص صحيح، اقصد روحيا ولا جسديا، في اسم الرب يسوع. ارفع ايدك عالي كده، الرب يصنع شفاء باسم الرب يسوع. يصنع الرب شفاء للاذهان باسم الرب يسوع. عايز اعيد اقدم نفسي ذبيحه. عايز اعيد عشان ما هو انت عارف انت في العباده بتعيد ليه؟ نربط الحاجات ببعض. انت في العباده بتعيد لانك بتعاين مجده وبتستقبل اعلاناته اكتر واكتر، فبتعيد لانك بتضيء، لانك بترى اللي انت ما شفتوش قبل كده. في العباده انت بتتفاجئ في الروح باللي عمرك ما شفته، وده بيخلي الفرح يدب بداخلك فيخليك معيد. هل تعلم انه العباده هي مكان المفاجآت الحقيقي؟ حقيقي العباده هي مكان المفاجآت الحقيقي. عشان كده الاعياد في العباده، ليه الاعياد في، بص، في انت لو انت بتسمعني وشاعر ان انت مالكش علاقه خالص بالقصه دي، يعني انت بتيجي تحضر الاجتماع وبتنبسط وبتروح، تعمل ايه؟ تقول للرب كده، تعال نرفع ايدينا كلنا، قول له يا رب انقلني من المنطقه دي. ليه بقول لك ده؟ لانه الرب اعطى تحذيرات منذ سنوات انه في مستوى معين من الجري وراء، اللي مش هيعرف يجري ممكن ما يعرفش يكمل. بنشوف نتائج هذا التحذير في هذه الايام في اشخاص مش قادرين يكملوا. ليه؟ ما حطش نفسه لسنين في المكان الصحيح، في استقبال الاعلان وفي العباده. يا رب في اسم يسوع، ارفع ايدك مره تاني كده، قول باسم يسوع الروح القدس يعمل فيا. وتقول لي طب انا خسرت الوقت اللي فات، اقول لك ما الرب بيكلمنا في هذه العظات انه الزمن ورتم الزمن الطبيعي ما يبقاش هو اللي بيعمل فيك علامات، لكن اذا اتيت للرب بالتضاع حقيقي في هذا المساء، الرب بقى يجي يعمل ايه؟ يفتدي الاوقات التي ضاعت في حياتك. هل تؤمن؟ ارفع ايدك عالي كده باسم الرب يسوع. يفتدي اوقات ضاعت في حياتك، اوقات ما عرفتش تعبد وما تعلمتش كويس في الكلمه، وتخيلت انه اني اتعلم الكلمه دي حاجه سنويه، المهم ان انا في وسط جسد بيحبني وبفرح في الاجتماعات بس ما فيش، مش بتعلم الكلمه. والرب بيقولك في وقت يا رب اصلي نقله 22 23 تصنع جديه غير عاديه في داخلنا باسم الرب يسوع. جديه في اسم الرب يسوع، جدية. شعب الرب أسد، أسد يعني بيستطيع أن يذلل الظروف اليومية. لماذا؟ لكي يتقابل مع الرب. وحينما تضع قدمك في هذا الطريق تلاقي الرب جاي بيذلل كل حاجة عشان يتقابل معك، لأنه يحبك، لأن الرب يحبك. حول الرب اللعنة لأجلك إلى بركة لأنه أحبك. إيه اللعنات اللي أنت شاعرها في حياتك؟ تقولي عندي لعنات في ذهني، ما عنديش فهمي مش كويس. اقول لك كسر اللعنات في هذه الليله باسم الرب يسوع. اتينا هنا الى محفل، هاليلويا، قديسين، نعم هاليلويا، الى وسيط العهد الجديد، الى دم رش يتكلم، هاليلويا. لماذا؟ لكي تكسر اللعنات في اسم الرب يسوع، وتطلق من هذا الاجتماع والرب غير 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 في اسم الرب يسوع. بص بقى الايه في مزمور 118، وتشوف ازاي المفهوم الذبيحه ده اساسي جدا عشان اعيد. يقول لك في عدد 27: الرب هو الله وقد انار لنا. بص بعديها: اوثقوا ايه بقى؟ الذبيحه بربط الى قرون المذبح. ترجع لكلمه الذبيحه، بالامس قلت لك في كذا كلمه في العهد القديم بتترجم عيد. احد هذه الكلمات اللي هي كلمه موعد او ميعاد، اتكلمنا عنها النهارده وهختم بيها بعد دقائق مره تاني. بس في كلمه تاني اللي هي ايه؟ اللي هي مترجمه هنا الذبيحه، اللي هي المفروض بقى الترجمه الاصليه بتاعتها اوثقوا الموكب او الاحتفاليه. دي الترجمه الاصليه بتاعت الكلمه دي. يعني اذا رجعت تقولي طب ليه ما ترجموهاش هنا كده؟ قال لك لانه ما عرفوش قوي بربط الى قرون المذبح، ازاي نوثق ازاي الموكب او الاحتفاليه. البعض، وهتلاقي اللي بقوله لك ده حتى في ترجمات عربيه،
يعني ليس فقط ترجمة. لو انت بتحب تراجع، راجع ترجمات عربية اخرى، هتلاقي الترجمة العربية مش عارف المبسطة والمشتركة مترجماها موكب، ومترجماها يمكن بقى واحدة من الترجمات مترجماها ذبيحة العيد، لانه الكلمة اصلا يعني عيد، يعني احتفال. اوثقوا الاحتفال الموكب الاحتفالي الى قرون المذبح، دي الكلمة في الاصل. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك يعني انت عايز تعيد لازم يبقى فيه وثق ما بينك وما بين المذبح، لازم تبقى على المذبح عشان تعيد. عشان تعيد لازم تبقى يبقى قلبك مرتبط بانه انت كلك ذبيحه قدام الرب. اللي بقوله لك ده متداخل مع بعضه جدا، لانك ما بتعرفش تعبد الرب بفرح وطيبه قلب لو انت مش مقدم كل حاجه ذبيحه. يعني لو انت يعني 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 اعتذر عن استخدام الكلمه، بس لو انت منشي داخليا وخارجيا مش هتعرف تعبد الرب. ليه؟ لانه انت محتاج تبقى مش انت اللي بتقود نفسك عشان تعبد الرب، محتاج تبقى عباده. يعني ايه؟ يعني اعلنه سيد، اعلنه ملك، هذه العباده. شخص يعبد، يعبد اله، يعبد ملك. يعني يعني مين فيهم اللي بيسيطر على التاني، اللي بيهيمن، اللي بيملي ارادته؟ او الملك. فالعباده نفسها هي ايه؟ يا رب تعالى افتح الاذهان في اسم يسوع، افتح الاذهان. مفيش حاجه اسمها بحضر الاجتماع وانا ذهني هو اللي فوق كل حاجه او مشاعري. ده حاضر الاجتماع بس ما بيعبدش الرب. ده حاضر بيحضر اجتماعات كتير بس ما بيعبدش الرب، ما بيتقابلش مع الرب في عباده حقيقيه. ليه؟ لانه عايز تتقابل مع الرب في عباده حقيقيه يبقى لازم وانت حاضر في الاجتماع كل حاجه تبقى تحت هيمنه الرب. ذهن، مشاعر، جسد، نفس، كل الدوائر اللي فيها. ارفع ايدك الاثنين كده في هذه اللحظات باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. حريه الان، حريه الان باسم الرب يسوع، واحتراق لاي دوائر ارواح شريره. ارفع ايدك كده واعلن معايا باسم الرب يسوع، احتراق لاي دوائر ارواح شر، اي ارواح شريره عامله دايره حواليك بتاثر فيك وفي مرات بتاثر في الاشخاص اللي جنبك، اللي معاك في البيت. اللي ليه تقول لي انا في مرات فعلا يبقوا فرحانين اقرب منهم يتضايقوا؟ اقول لك الرب عايز يحررك من اي تاثيرات لارواح شريره، ولا تكون عائقا في اسم الرب يسوع. انت تتحرر ولا تكون عائقا لاي شخص في طريق عباده حقيقيه باسم الرب يسوع. يا رب حريه الان، هللويا، حريه. الرب هو الله وقد انار لنا اوثقوا الذبيحه بربط الى قرون. اوثقوا الموكب. عايز العيد يحصل، عايز الاحتفال يحصل، لازم بقى انت الشخص اللي هتعيد تبقى ايه؟ تبقى مربوط في المذبح. يعني تدخل تعبد الرب ما عندكش انت زي ما بيقولوا ما عندكش اجنده، يعني ما عندك مش انت بقى داخل تعبد بس اذا الرب كلمني في كذا لا انا مش عايز اسمع كذا، او انا جاي الاجتماع عايز اسمع كلمات تشجيعيه بس اذا الرب وبخني لا مش عايز اسمع، لا انا جاي اعبد. حريه، هذا شخص حر، حريه بمجد اولاد الله. انا جاي اعبد، يكلمني رب، بيشجعني، بيعلمني، بيوبخني، ايا كان انا جاي اعبد. يعني ايه؟ يعني انا في وضع عباده، انا بعبد الرب. وده مش في الاجتماعات فقط، ده لازم يبقى في حياتك بقى، لما حينما تتعلمه في الاجتماعات يصير بعد كده واقعا في يومك. حينما تتعلمه في الاجتماعات يصير واقعا في يومك، تبقى ايه؟ طول الوقت بتعبد الرب، طول الوقت بتعبد الرب. مره تاني كده ارفع ايدك باسم الرب يسوع، الرب يلمسك، يلمس ذهنك، ولا تتردد في انك تتوب لو انت حاسس انه نيران الروح مش متملكه منك في الداخل الان. لا تتردد، توب
قول للرب اه يا رب. يمكن تقول اه ده انا مثلا من بدايه الاجتماع او من امبارح او من اسبوع او يمكن موجود يمكن بس انا النيران مش متملكاني، فانا مش عارف اعبد، وبالتالي ما فيش موكب مربوط بالمذبح فما فيش عيد. انا عايز الرب يغيرني. اطلب من الرب الان، اطلبي من الرب الان، الرب يغيرك باسم الرب يسوع. يغير الرب. هاليلويا. ليه بقى الرب عايزك؟ اخر حاجه شاركك بيها، الرب عايزك تعبد وعايزك تعيد وعايزك ترتاح، والرب عايزك تفهم يعني ايه تبقى ذبيحه وخاضع ومتواضع وفتح نفسك للاعلان، فتح نفسك للاعلان، فلما بتعبد الاعلان بيشرق فبتعبد اكتر. شوف التركيبه العظيمه دي، الرب عايز كل واحد فينا يبقى كده. ارفع ايدك مره تانية الاثنين واستسلم للرب، ما تفكرش في اي حاجه تاني، استسلم يا رب في اسم يسوع. ارفع ايدك كده علامه اتحاد وعباده باسم الرب يسوع. ارفع جامد، ارفع ايدك كده جامد عالي في اسم يسوع. يعني اشعر في مرات قليله انه شخص ولا اثنين بخل على الرب، يعني ارفع ايدك، قدم نفسك ذبيحه. الذبيحه انك تقدم نفسك، هو انك تقدم للرب القطاره. لا، الذبيحه يعني اقدم نفسي باسم يسوع، أقدم نفسي للرب، أقدم جسدي للرب. يا رب أصلي باسم يسوع لا يكون فينا شخص بيستخسر أن يعبدك أيها الرب. ده يعني أقول لك هذا تحذير من الروح القدس. يعني عارف الكتاب يقول لأنك ما عبدتش إلهك بطيبة قلب تستعبد لأعدائك. يا رب في اسم يسوع استنارة في هذه الليلة عشان نعرف نعبدك، نعبدك. واحدة من الحاجات اللي ممكن تخليك مش عارف تعبد الرب انك بص على نفسك، او بصص على الناس اللي حواليك، بقى متخيل الناس اللي حواليك بيراقبوك مثلا. يعني باسم يسوع الشفاء لأي شخص هو موجود في الاجتماع بيبقى متخيل انه الناس اللي حواليه بيراقبوه. شفاء، اطمئن باسم الرب يسوع. الجميع منشغل بالرب، الجميع منشغل بالرب. امين. ارفع ايدك كده عالي. هاليلويا. قول انا مش انا مركز الاجتماع ده. ده في اشخاص يبقى متخيل ان هو مركز الاجتماع، الناس بصين عليه هو بيعمل ايه وما بيعملش ايه لا، مين مركز الاجتماع؟ الرب هو مركز الاجتماع. ارفع ايدك كده مره تاني قول هاليلويا. انت المركز يا رب، انت مركز هذا الاجتماع، ولا فلان ولا فلانه ولا مين بيبص على مين، ولا انت مركز الاجتماع ده يا رب في اسم يسوع. ولا مكاني في وسط الجسد اللي بعبد فيه، ولا مكاني في وسط الكنيسه، ولا انت 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 ايها الرب. نعم. عارف هذا الادراك بقى يحول كل عباده حقيقيه الى ميعاد ما بينك وما بين الرب، وتكتشف انه زي ما كنت بقول لك امبارح كلمه عيد هي نفسها كلمه ميعاد. يعني احط لك ايتين بسرعه وانا بختم. في سفر العدد اصح 10 وعدد 10، وقول للرب اشكرك يا رب لاجل الايات الكتيره اللي انت بتدهنها. اسال اللي جنبك كده بس من غير ما تحرجه، يعني قوله بتفرح لما الرب بيدينا ايات كتيره. اسمع اجابته. تقولي من غير ما احرجه ازاي؟ السؤال محرج. اقول لك اساله في محبه. تقدر تسال اصعب الاسئله بمحبه حقيقيه، وما تعملش اي نوع من الانزعاج للشخص اللي قدامك. امين. هذه مهاره الرب يعلمها لنا كمان السنه الجايه. ارفع ايدك كده عالي في اسم يسوع وقول للرب يا رب اسال في مرات اسئله ابقى محتاج الاجابه بتاعتها، حتى لو هي اسئله صعبه ولا تسبب اي اذى لمن هم حولي باسم الرب يسوع. يلا مره تاني بقى اسال اللي جنبك كده. ولو بتفرح لما الرب بيبعت لنا ايات كتير. اي حد كانت اجابته لا صلي له، ما تشاورش عليه، ما تقولش عليه، صلي له باسم الرب يسوع. لا يكون في وسطنا شخص لا يفرح بالحق بالاعلان
بكثرة الكلمة. مش إحنا عايزين نعبد الرب زي ما بيقول الكتاب لكثرة كل شيء؟ وإحنا لما نعبد الرب يحصل إيه؟ زيادة. دي آية لكثرة كل شيء. هل تؤمن حينما تعبد الرب، حينما تسمح للحق أن ينساب والآيات تزيد والحق يزيد جواك، إيه اللي هيحصل؟ زيادة في كل شيء. ارفع إيدك كده، ده تعليم الكتاب. زيادة، لما الحق يزيد في حياتي، لما العبادة تزيد، لما التسبيح يزيد، لما مياه الروح تزيد، إيه اللي هيحصل في حياتي؟ زيادة في كل شيء، لكثرة كل شيء في اسم الرب يسوع، لكثرة كل شيء. بص بقى سفر العدد أصحاح 10، وده أصحاح عظيم تستطيع أن تدرسه ويمكن نتكلم عنه في خلال هذا العام. من عدد 1 يقول لك: كلم الرب موسى قائلا: اصنع لك بوقين من فضة مسحولين تعملهما فيكونان لك لمنادات الجماعة ولارتحال المحلات. هاخد بس درس جانبي قبل ما اوصل للحاجة اللي أنا عايزها. فإذا ضربوا بهما يجتمع إليك كل الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع. لاحظوا التعليمات. وإذا ضربوا بواحد، إذا ضربوا بهما يعني إيه؟ بهم هما الاثنين، يجتمع إليك كل الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع. وإذا ضربوا بواحد يجتمع إليك الرؤساء رؤوس ألوف إسرائيل. يعني لو بالاثنين الجماعة كلها تجتمع، لو بواحد مين اللي يجي فقط؟ الرؤساء، رؤساء الألوف. وإذا ضربتم هتافا، يعني لو البوق ده ضرب ومعاه هتاف بطريقة هتاف، ترتحل المحلات النازلة إلى الشرق. بص الدقة. وإذا ضربتم هتافا ثانيا، يعني ضربتم بالأبواق وهتفتم مع الضرب ده، ترتحل مرة تانية، ترتحل المحلات النازلة إلى الجنوب. هتافا يضربون لرحلاتهم. وأما عندما تجمعون الجماعة فتضربون ولا تهتفون. وبنو هارون الكهنة يضربون بالأبواق فتكون لكم فريضة أبدية في أجيالكم. وإذا ذهبتم إلى حرب في أرضكم على عدو يضر بكم تهتفون بالأبواق فتذكرون أمام الرب إلهكم وتخلصون أو تخلصون من أعدائكم. إيه الملحوظة الجانبية؟ عايز أوريك الترتيب والدقة اللي الرب بيدي بيها هذه التعليمات للشعب. كم واحد أخذ باله؟ شوف يقولك إيه، لو ضرب مرة واحدة كذا، لو ضرب مرتين كذا، لو ضرب بهداف كذا. ده ايه؟ تقول لي يعني الشعب هو عايش ومعايشين ايامهم العاديه، دائما لابد ان يكونوا منتبهين للصوت اللي سمعوه. ده صوت بوق ولا اتنين؟ حد هنا يعني هما بيطبخوا وهما نايمين وهما هياخدوا بالهم. طبعا المشهد اللي ممكن يبقى جه في ذهنك بقى، كل واحد بيعمل يقول لي جنبه: ايه ضرب مره ولا اتنين بوق؟ حد هتف؟ لا، ده ما كانش مطلوب. الشعب ما كانش المفروض يعمل كده. ارفع ايدك وقول: يا رب اضبطني، اضبطني على التفاصيل. يقول لك اذا ضربوا بهما معا، واذا ضربوا بواحد، واذا ضربتم هتافا، وإذا ضربتم هتافا ثانيا، وكذا تضربوا وما تهتفوش. ولو في الحرب بقى تهتفوا بالأبواق. يعني هنا إيه؟ ضربتم هتافا. ده إيه ده؟ كأنه الأبواق هي الأساسية والهتاف يتبعها. هنا بقى تهتفوا بالأبواق، يعني كأنه الهتاف وإيه؟ الأبواق هي التابع. بص دق مرة تاني كده، ارفع ايدك وقول: باسم الرب يسوع في العام الجديد ابقى منتبه لإشارات الروح القدس جواي. روح القدس قال لي الامر ده مرة، لا قاله لي مرة واكد، وهو بيقول لي كان يمكن بيقوله بالتون منخفض، لا ده هو بيقوله كان بيقوله لي بحسم شديد جدا وعايزني اجري اعمل الحاجة. لا قال لي حاجة بس قالها لي بطريقة ممكن أعملها بكرة. في اسم الرب يسوع مرة تانية، دي حياة العبادة على فكرة، ده جزء من حياة العبادة.
أن تكون منتبها لتنبيهات الروح القدس. بص بقى في عدد 10، ده العدد بقى اللي انا عايزه، بس انا شعرت ملحوظه جانبيه مهمه. اشعر الرب النهارده يضع امور كده، ملحوظات لكنها مهمه. زي ايه؟ زي المخافه في التسبيح وفي العباده وفي الرقص وفي مواهب الروح، والمخافه ما اعملش حاجه بالجسد، ما دائما ابقى وانا بعمل انا شايف الرب، مش بعمل وانا عينيا مش على الرب. لازم يبقى في لياقه، لازم يبقى في مخافه. ده امر الرب يتحدث عنه. أمر تاني أهو، وكان في حاجة تاني في النص، أمر آخر يتحدث عنه الرب الآن، إيه التفاصيل الدقيقة. عايزك الرب تبقى واخد بالك من التفاصيل. عدد 10 بقى يقولك: وفي يوم فرحكم وفي أعيادكم ورؤوس شهوركم تضربون بالأبواق على محرقاتكم وذبائح سلامتكم، فتكون لكم تذكارا أمام إلهكم، أنا الرب إلهكم. كلمة أعيادكم هنا في عدد 10 اللي هي في يوم فرحكم وفي أعيادكم، هي دي الكلمة دي مترجمة كتير جدا في العهد القديم، موعد أو ميعاد، هي تقبل الاثنين، أعياد أو احتفالات أو موعد، أو ومرات برضو يقرنوها ببعض، يخلوها موعد العيد موعد الاحتفال. فأقول لك شاهد مثلا مشهور جدا اترجمت فيه حرفيا ميعاد، سفر التكوين أصحاح 18 وعدد 14. تكوين 18 وعدد 14، لما الرب بقى بيتكلم لإبراهيم وسارة ويقول: هل يستحيل على الرب شيء في الميعاد؟ دي نفس الكلمة موعد، نفس الكلمة في الميعاد، وهتلاقيها أيضا في تكوين 17 وعدد 21 لما بيقول له: ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا بقى الوقت، اللي مترجمة عندنا الوقت هي في العبري الموعد. نفس الكلمة بتاعت الموعد، نفس الكلمة بتاعت الميعاد، هي الكلمة اللي مترجمة في سفر العدد 10:10 وفي أسفار أخرى أيضا في الكتاب، في زكريا كمان، اللي مترجمة إيه؟ أعياد. يبقى العيد هو إيه؟ ميعاد. الرب لما بيقولك بقى أنا عايزك تعبد وعايزك تعيد، يعني رب بيقولك ايه؟ بيقولك انا عايز اعمل معاك ميعاد. ولا تقلق من انه الرب يتأخر، لان الرب لا يتأخر في المواعيد. ارفع ايدك كده واعلن باسم الرب يسوع: الرب لن يتأخر في مواعيده معي. طيب تعمل ايه لو انت شاعر ان الرب اتأخر؟ وده هختم معاك بهذه الكلمة. تعمل ايه لو انت شاعر ان الرب اتأخر؟ افتح سفر التكوين اصحاح 15، ده عملي بقى، وارفع ايدك كده قول: يا رب اشكرك لانك تعطيني في هذه الليله نصائح عمليه، لانك تريدني ان اعبد وان اعيد وان ارتاح وان اكسر دوائر العدو وان اصير ذبيحه مستسلمه امامك، وان وداني تسمع يا رب نعم كل تعليماتك. انت عايزني الشخص ده في السنة الجديدة. ارفع ايدك كده واعلن ايمانك انك تصير هذا الشخص في العام الجديد. طيب اذا شعرت في مرات ان الرب قد تأخر بقى، تكوين 15 وعدد 1، امر عملي مهم. بعد هذه الامور صار كلام الرب الى ابرام في الرؤيا قائلا: لا تخف يا ابرام، انا ترس لك، أجرك كثير جدا. فقال أبرام، وطبعا بعضكم يعرف في الأصل العبري: أنا ترسل لك أجرك الكثير جدا. يعني إيه؟ يعني أنا الأجر بتاعك. لما تزود ألف ولام للكثير تعرفها، وهي معرفة بالفعل، تبقى إيه؟ الرب هنا بيقول له، مش بيقول له معلومة أجرك كثير جدا أيا كان الأجر ده إيه، لا، لما يقول له أنا ترسل لك أجرك الكثير جدا، يعني أنا أجرك.
أنا أجرك. ارفع إيدك يا رب أشكرك، أنت تصير أجري. بس إمتى الرب يبقى أجرك؟ لما تحيا حياة العبادة الحقيقية، تعبد الرب. أنا أجرك الكثير جدا. فقال إبرام: أيها السيد الرب، ماذا تعطيني؟ أنا ماضي عقيم. إبرام هنا بقى بيوصف صراعه مع الواقع، ومالك بيتي هو إليعزر الدمشقي. وقال إبرام أيضا: إنك لم تعطيني نسل، وهو ذا ابن بيتي وارث لي. فإذا كلام الرب إليه قائلا: لا يرثك هذا، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. ثم أخرجه إلى خارج وقال: انظر إلى السماء، عد النجوم إن استطعت أن تعدها. قال له: هكذا يكون نسلك. آمن بالرب فحسبه له برا. قال له: أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها. فقال: أيها السيد الرب، بماذا أعلم إني أرثها؟ بص بقى، إبراهيم يتحدث مع الرب كصديق، بيقول له: أنت هتورث. قال له: تأكد لي يا رب، عايزك تأكد لي. ارفع إيدك كده وقول للرب: يا رب، أنا في مرات ببقى محتاج تأكيد. تحنن على عبدك أيها الرب، اصنع لقلبي تأكيدا. والرب بيحب يعمل تأكيدات. ارفع إيدك كده وقول باسم الرب يسوع: لن يبخل الرب عليا بتأكيدات. بس أنت لا تخترع تأكيدات بذهنك، خلي الرب بقى هو اللي يفاجئك باللي بيعمله. فقال له: خذ لي عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبش ثلاثي ويمامة وحمامة. فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط. ده إيه بقى الرب قاله لإبراهيم؟ إبراهيم فهم منه أن الرب هيعمل معاه عهد، وفاهم إبراهيم أنه في العهد ده، لأنه دي حيوانات العهد كانت معروفة في هذا الوقت، يمكن تكون سمعت ده قبل كده، فاهم أنه الحيوانات دي بتتشق بالشكل الفلاني، واليمامة والحمامة مش بيتشقوا وبيتعلقوا بشكل معين، واللي بيعملوا عهد مع بعض لازم يبقوا هما الاثنين حاضرين، وكل واحد فيهم يجتاز في وسط هذه الحيوانات المشقوقة. إبراهيم فهم على طول. تقول لي فهم ليه؟ أقولك الحيوانات دي كانت حيوانات عهد معروف في الوقت ده. فهنا الرب قال له: هات الحيوانات دي، العجلة الثلاثية، العنزة الثلاثية، الكبش الثلاثي، يمامة، حمامة، دي حيوانات العهد. فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط، وجعل الشق كل واحد مقابل صاحبه، وأما الطير فلم يشقه. فنزلت الجوارح على الجثث. وكان إبرام إيه بقى؟ ليه إبرام بيزجرها؟ لأنه إبرام عارف أنه شريك العهد لابد أن يحضر. فإبرام هنا مستني الميعاد اللي الرب هيجي فيه. ادي الميعاد اهو. فابرام مستني الميعاد. طيب ايه اللي حصل؟ الليل ليل، والطيور بقى دي اللي هي بترمز الارواح الشريره هنا، الطيور دي بدات ايه؟ بدات تنزل عايزه تاكل من الذبائح. بدا ابرام يعمل ايه؟ يزجرها. ارفع ايدك كده عالي وقول باسم الرب يسوع: حينما تاتي الارواح الشريره عشان تفسد المعاد اللي ما بيني وما بين الرب، سأزجر هذه الأرواح الشريرة وأطردها. ارفع إيدك كده والرب يعطي ليدك قوة الآن لتزجر الأرواح الشريرة. تهش، بيزجر يعني إيه؟ يعني لا يسمح لها إن هي تبقى وتأكل من الذبائح. شوف مهتم قد إيه إبراهيم إنه وقفته مع الرب وعبادته للرب والعهد ده ما يبقاش في حاجة العدو سلبها أو كسرها. إيه اللي حصل بقى؟ لما صارت الشمس إلى المغيب وقع على إبرام سبات، وإذا رعب مظلمة عظيمة وقع عليه. قال لإبرام، مين اللي قال لإبرام؟ الرب. أتى الرب. هل أتى الرب في الميعاد؟ نعم، أتى الرب في الميعاد. طب هل عشان الرب كان جاي ده يمنع العدو إنه يحارب؟ لا ما يمنعش. أعمل إيه لما العدو يحاربني؟ أزجر الأرواح الشريرة وأنتظر ميعاد الرب معي، لأني سأعيد حينما يأتي الرب. هاليلويا هاليلويا. شوف يقولك في عدد 17: ثم غابت الشمس فصارت العتمة، وإذا تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع. ده هنا بقى الرب عمل إيه؟
أتم الدور بتاعه، أتم الدور بتاع إبراهيم. عايز يقول إيه لإبراهيم؟ عايز يقول العهد اللي ما بيني وما بينك يا إبراهيم ده واقف على أمانتي. تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع. يقول لك في عدد 18: في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض. هل تريد أن تعيد؟ انتظر مواعيد الرب. وحينما تنتظر مواعيد الرب والأرواح الشريرة تشككك وتقولك ده الرب تأخر وتبقى عايزة تكسر الميعاد اللي ما بينك وبين، أزجر الأرواح الشريرة لتظل واقفا، لتظل منتظرا. الرب آت، عبادتك للرب تطلق، العيد آتي، راحتك تطلق، تنكسر دوائر العدو من على حياتك، تستقبل إعلانات الرب. يريدنا الرب الشعب معيد، جمهور معيد، زي ما بيقول في مزمور 42. هاليلويا هاليلويا، جمهور معيد. ارفع ايدك كده وقول بصوت عالي: جمهور معيد. قول كده بصوت عالي: جمهور. قول بصوت عالي تاني: جمهور معيد، جمهور معيد في اسم الرب يسوع. هاليلويا. ارفع قلبك للرب، صلي بما كلمك فيه الرب في هذه الليلة. هاليلويا. نقف أمام الرب الآن، قدم نفسك ذبيحة، أوثقوا الذبيحة، أوثقوا الموكب الاحتفال إلى قرون المذبح، عشان الاحتفال العيد يبقى دايما المذبح هو المركز بتاعه، دايما اللي الرب عمله على الصليب هو المركز بتاعه، ويبقى دايما اني اقدم نفسي ذبيحة هو فهمي عن العبادة وعن العيد. ارفع ايدك في هذه اللحظات وقل للرب: نعم ايها الرب، الموكب يكون مربوطا بالمذبح، العيد يبقى مربوط مذبح يعني الصليب ده من جانب الرب، والمذبح يعني تسليمك للحياة من جانبك. مذبح يبقى مربوط في الموكب، مربوط في العيد، العيد يبقى مربوط في المذبح في اسم الرب يسوع. ذبيحة، قدم أجسادنا ذبيحة، ذبيحة، هاليلويا، كاملة كاملة مرضية. كل حبنا، كل فكري وحياتي لك وحدك، كل قلبي كل حبنا كل فكري وحياتي لك وحده أخضع لك. ثاني أخضع لك، أخضع لك، أحيا ملكك، لك عمري، لك عمري يا يسوع، لك وأخضع لك.
لك أحيا ملكك، أحيا ملكك لك عمري. وحدك قلبي مسبحا لك مفتعلا بنار روحك، قلبي مسبحا لك، قلبي مسبحا لك مشتعلا بناري ليلا ونهار يسبحك، ليلا ونهار أمام، قولها قولها نعم، ليلا ونهار أمام عرشك، ليلا ونهار قلبي مشتعل بمحبة الرب، نعم ليلا ونهار أمام عرشك، ليت قلبي ليت قلبي يتسع لحبك، ليت قلبي يتسع لي، ليت قلبي ليت قلبي يتسع لمجدك، ليت قلبي يتسع لحبك ويكون قلبي مكان راحتك، ويكون قلبي ويكون قلبي مكان راحتك، ويكون قلبي مكان شهوتك، قلبي مذبحا لك مشتعلا بنار حبك، قلبي مذبحا لك اشتعل بنار حبك، ليلا ونهار يسبحك، ليلا ونهار ليلا ونهار ليلا ونهار الرب، نعم ليلا ونهار يسبحك، ليلا ونهار أمام عرشك، في معجزات كثيرة عظيمة مختبئة في اتضاعك، يوجد معجزات عظيمة كثيرة مختبئة في موقف اتضاع، تقف قدام الرب في هذه اللحظات تقول له أيها الرب تعالى غيرني، في عيد في العبادة، والعبادة اتضاع وتسليم، عيدك في عيد في العبادة، والعبادة اتضاع وتسليم، يجري الرب عمليات جراحية الآن، استسلم له، يغير القلوب، استسلمي للرب، استسلم لنيران الروح، أوثقوا الموكب، أوثقوا الذبيحة، أوثقوا الاحتفال لقرون المذبح، رب إلهنا قد أنار لنا كل إعلان، الرب سكبه النهاردة بينور لك بيه السكة عشان تتجه من خلاله إلى المذبح،
فيغيرك. اتضح حقيقي. في الرأس اتضاع. في العبادة الحقيقية اتضاع. ارفع ايدك وقول انا عايز سبت يا رب في حياتي. انا عايز سبت باسم الرب يسوع. انا عايز سبت. انا عايز سبت. انا عايز احتفالية اسبوعية. انا عايز سبت في حياتي. يا ملك الملوك ورب الارباب. انا عايز سبت. انا عايز راحة. انا عايز العطاق. انا عايز انفكاك في اسم الرب يسوع. فك ايها الرب الان. هللويا. لاجل عبادة حية بالروح القدس نعبدك. نعبدك بالروح. نعبدك بالحق. لان الاب طالب مثل هؤلاء الساجدين الحقيقيين الذين يسجدون بالروح وبالحق. يسجدون للاب. هللويا. بالروح وبالحق. أعبدك أعبدك فتشفي قلبي والعبادة تخرج من قلبي مشفي باسم الرب يسوع. تقع. هللويا. ارفع ايدك كده. في عبادتك للرب تقع كل الشكايات على الرب. في عبادتك للرب تقع كل الشكايات على الرب. نعم. هللويا. لا شكايات على الرب. لا شكايات على الاله الصالح. هللويا. لا شكايات على الاله العظيم. نعم. هللويا. اعبدك اعبدك حين أنظر جمالك تصبح كل الأشياء ظلالا في نورك. أعبد وعيد. حينما أسر قلبك تصبح كل الأشياء ظلالا في نورك. حينما أدنو من كرسيك حين أنظر جمالك تصبح كل الأشياء ظلالا في نورك. حينما أسر قلبك أودع مشيئتي لك تصبح كل الأشياء ظلالا في حضور الرب أمام نور الملك. في نورك عبودك Yeah.
حياتي هنا توعى عمري حياتي هنا حياتي هنا توعى أمريكا ملجأي أتكل عليه دائما عناي ظللتني في سترك ربي ملجأي ربي ملجأي رب لي فلا أخاف هللويا أتكل عليك يا الله ظللتني في سترك هكت البحار أنت معي وانقلب وسط النيران تحفظني
واثقكم بك واثقكم بك في حضنك أبيت. نعم في حضنك من أخشى خلف الأنطارات السنة لن تقرب إلى في حضنك خوف الليل طارت السهام لا تقرب إلي إن نجت البحار أنت معي وانقلبت تحفظني واثق بك إن هاجت البحار الرب معي أنت معي وانقلبة الجبال انظر للرب في هذه اللحظات واعلن ثقتك مرة أخرى في الرب الذي يحبك. اعلني ثقتك في الرب الذي يحبك. قل له أيها الرب أثق أنك تحبني. ارفع إيدك كده وشاور على الرب قل له أثق أيها الرب أنك تحبني وأثق أيها الرب أنك لن تتركني وأثق أيها الرب أنه بالرغم من عيوبي أنت تحبني. قولوا أريد أن أعبدك مرة أخرى كده ارفع إيدك عالي قولوا أريد أن أعبدك أيها الرب فكني من جوه فكني من جوه عشان أعبدك حررني أيها الرب لكي أنطلق في عبادتك حررني أيها الرب لكي يمتلئ فمي بالهتاف هتاف ملك فيه حررني أيها الرب من أي تأثيرات أدى بها العدو إلى حياتي أي عرافة أي عيافة باسم الرب يسوع آتية من البيوت من تأثيرات الأهل أي أمور تقليدية اعتيادية أثرت على أشخاص فقيدت عبادتهم الرب يريدك أن تعيد نرفع يدينا عاليا باسم الرب يسوع ويطلق الرب عبادتك ويطلق الرب عيدك هللويا يهرب القوف في محضرك سلام في محضرك تذوب الجبال في محضرك يسوع في محضرك يا رب الخ
بمحضارك يسوع. الكل قائل مجدا 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 للحمام. الكل قائل مجدا مجدا يسوع. الكل قائل مجدا 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 للحمام. الكل قائل مجدا مجدا. الكل قائل مجدا مجدا. الكل قائل مجدا مجدا يسوع. الكل قائل مجدا مجدا للحمام. الكل قائل مجدا مجدا. أوقات بتبقى أوقات اتفاقات مع الروح القدس. مش عارف إن الروح القدس عايز يعمل اتفاقات مع أشخاص. بداية الاتفاق إنك تأتي للرب الروح في هذه اللحظات، أنت مغمض عينك كده وتقول له يا رب إيه اللي أحزنك قبل كده فخلاني مش عارف أعبدك. خلي الروح القدس يشاور لك ويعمل اتفاق مع الروح القدس إنه لا رجوع لهذه المناطق مرة أخرى في اسم الرب يسوع. خلي روح القدس يشاور لك. دي حاجة هنعملها كلنا متحدين معا، بس روح القدس هيشاور لكل واحد غير التاني. ده وقت اتفاقات. اتفقي مع الروح ايه الامر، ايه الحاجة اللي عندك في البيت في اوضتك الروح بيشاور عليها وبيقولك عشان كده مش بتعرفي تعبديني في اوضتك. اعملي اتفاق النهاردة مع الرب الروح. ايه الحاجة اللي في حياتك؟ ايه الحاجة اللي في حياتك؟ ايه الامر اللي انت مستسلم له؟ اعمل اتفاق مع الرب الروح باسم الرب يسوع. اي امور عملت مداخل لارواح شر لكي تدخل وتسلب العيد، تسلب العبادة، احنا مش هنهيص على الفاضي لكن هنعيد بجد. هنعيد بجد. هللويا. ارفع ايدك قول انا هعيد بجد لما الرب ينقي حياتي في اسم الرب يسوع. هعيد بجد لما الرب ينقي حياتي. هعيد بجد في اسم الرب يسوع. هللويا. هعيد بجد. هللويا. يلا، لان الرب الروح هنا لكي ينقيك ولا يعثر عليه امر. مفيش حاجه واقفه قدامه بيقولك معرفش اتعامل معاها. كل حاجة تجاية بيها، كل حاجة تجاية بيها الرب عارف يتعامل معاها كويس. تعال إلى الرب الآن يتعامل معك. تعال إلى الرب الآن يتعامل معك. هاليلويا. الرب الروح هنا ليغسلنا. أجواء العربية بتاعتك هتتغسل في اسم الرب يسوع. أحد الأشخاص بتستمع إلي الآن عملت حاجة مش مظبوطة في عربيتك والرب بيقولك تعال توب الآن باسم الرب يسوع. الرب يغفر لك توبة حقيقية فتسترد عشرتك مع الرب. الرب عايزك تعايد في عربيتك. عربيتك مش مكان للعدو. إذا موجود هنا أو تسمعني عبر الإنترنت نرفع أيدينا جميعا لكي لا يخجل أحد. الرب ينقي. تعال للرب الآن يلقيك. هاللويا. أي شخص سواء من فريق الخدمة أو من الزائرين أو يسمعني عبر الإنترنت في اسم الرب يسوع تعال عشان الرب ينقي. أحزنت الروح تستطيع أن تتوب الآن. هاللويا. الرب هنا لكي يقبل التوبة. الرب هنا لكي تسترد الفرح. قوله مش عايز أعبر للسنة الجديدة وأنا ملوث بالخطية. مش عايز أعبر للسنة الجديدة وأنا قلبي متعلق تعلقات خاطئة بأشخاص لا ينبغي أن أتعلق بهم عاطفيا في اسم الرب يسوع. ارفع إيدك عالي. هاللويا.
نرفع ايدينا كلنا لكي لا يخجل احد باسم الرب يسوع. لا بتسمع عبر الانترنت، اي شخص قلبه متعلق بشخص، واحده قلبها متعلق بشخص متزوج، واحد قلبه متعلق بشخص بواحده متزوجه، نرفع ايدينا كلنا باسم الرب يسوع ونعلن توبه حقيقيه. الان ايه اللي بيمنع الفرح؟ انه يبقى في خطايا مستتره والرب عايز يقتحمها. وصدق كده، هللويا، في قوة الدم. ادي المجد للرب لأجل قوة دمه اللي طهرنا اللي تنقينا. هللويا هللويا. اكسر اكسر معي، ارفع ايدك واكسر معي باسم الرب يسوع اي مناطق خطا في العلاقات. مش شرط تكون في علاقه، بس ممكن يبقى في فكره. لا خيانه زوجيه، ارفع ايدك عالي واتحد معي باسم الرب يسوع. هللويا. ولا خيانه للاصدقاء. لو انت قلبك متحرك تجاه شخص متزوج ويمكن زوج صديقتك، باسم الرب يسوع مرة أخرى نرفع أيدينا جميعا ونعلن كده باسم يسوع. أي شخص منطبق عليه هذه الكلمات، الروح القدس يكتذب الآن ويعترف ويتوب ويتنقى بدم الحمل. هاليلويا. لا خيانة زوجية، لا خيانة للأصدقاء، لا رغبة في العلاقة مع أشخاص ما ينفعش أبقى في علاقة معهم، ولا حتى بالتخيلات. ارفع إيدك عالي كده باسم يسوع. هاليلويا هاليلويا. بالتأكيد يريد الرب أن ينقي شعبه، سواء كنت هنا أو عبر الإنترنت. هاليلويا. ويطلقنا الرب في عبادة حية بالروح القدس. إيه اللي بيوقف عبادتك في مرات؟ الخاطئة بداخلك. بص الرب، يمكن قلنا هذه الكلمات الأسبوع اللي قبل اللي فات. الرب حذر الشعب بتاعه وهم داخلين للأراضي اللي الرب عايز يديها لهم في كنعان. حذرهم، ذكر لهم خطايا الكنعانيين، واللي كان معظمها بيتلخص في دائرة العلاقات الخاطئة، علاقات خاطئة ما بين أبناء وأمهاتهم أو أبهاتهم، علاقات خاطئة ما بين أصدقاء اشتهي. من للآخر وما للآخر؟ والرب قال لهم أنتوا ما تعملوش كده، لكن أنتوا تعبدوني. شوف الاثنين على طول عكس بعض. لا يمكنك أن تعبد الرب وتعيد لو في أي حاجة. ارفع إيدك كده باسم يسوع الآن. الرب ينقيك، ينقيك من خطايا الكنعانيين. رب ينقيك من خطايا الكنعانيين في اسم الرب يسوع. هاليلويا. اقول لك تاني، عاده هذا الاصحاح لا اتامل فيه، لكن رب ادهنا في الاسبوع اللي قبل اللي فات، واشعر مره تاني وقلت لك دي ارواح شريره هي اللي كانت بتعمل كده ايام الكنعانيين، هي اللي بتحاول تعمل كده. يقول لك لا يقترب انسان الى قريب جسده ليكشف العوره، انا الرب. عورة أبيك وعورة أمك لا تكشف، إنها أمك لا تكشف عورتها. عورة امرأة أبيك لا تكشف، إنها عورة أبيك. عورة أختك بنت أبيك أو بنت أمك المولودة في البيت أو المولودة خارجا لا تكشف عورتها. عورة ابنة ابنك أو ابنة بنتك لا تكشف عورتها، إنها عورتك. عورة بنت امرأة أبيك المولودة من أبيك لا تكشف عورتها، إنها أختك. عورة أخت أبيك لا تكشف، إنها قريبة أبيك. عورة أخت أمك لا تكشف، إنها قريبة أمك. عورة أخي أبيك لا تكشف، إلى امرأته لا تقترب، إنها عمتك.
عورة كنتك لا تكشف، إنها امرأة ابنك لا تكشف عورة امرأة أخيك، يعني ما لا تدخل في علاقات غير صحيحة. والعهد الجديد بقى يعلمك مش ده ما يبقاش بالفعل بس، ده ما يبقاش بالفكر كمان. نرفع ايدينا كلنا في اسم الرب يسوع. ينقي الرب، ينقي الرب، ينقي الرب، ينقي الرب، ينقي الرب، ينقي الرب، ينقي الرب في اسم يسوع، ينقي الرب. نعم هللويا. لا تفكر في امرأة صاحبك، ينقي الرب. لا تفكري في زوج صاحبتك، ينقي الرب. هللويا. بكل هذه لا تتنجسوا، لأنه بكل هذه قد تنجس الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامكم، فتنجست الأرض. لكن تحفظون أنتم فرائدي وأحكامي، ولا تعملون شيئا من جميع هذه الرجسات. تحفظون شعائري. هاللويا. أنا الرب إلهكم، تكونون قديسين لأني قدوس الرب إلهكم. تهابون كل إنسان أو أم وأباء، تحفظون ثبوتي. هاللويا. يعني إيه؟ يعني عيد للرب، يعني أعبد الرب، يعني ارتاح مع الرب. شوف الرب مش عايزك ملوث، الرب عايزك بتعيد. هاللويا. ارفع إيدك كده عالي وقول باسم يسوع، لن أحيا ملوثا بالخطية، ولا في الذهن ولا في القلب ولا في الداخل ولا في الخارج، في اسم الرب يسوع. اكري كرابا شكرابا شكرابا. هللويا هللويا هللويا. هللويا هللويا هللويا. لا عدوى بالحياة، لا انكسار، لا مذلة، لا قيود بالحياة. يلا نهتف للرب. نعم باسم يسوع. طرد الأتربة. هللويا. طرد الأرواح الشر. هللويا. لا انكسار، لا مذلة، قيود بدم يسوع. هللويا. بدم يسوع. هللويا. صرنا أحرار. هللويا. بدم يسوع. بدم يسوع. نعم صارت تم علامة. فرح أبدي، فرح أبدي، ونصرة ونصرة وسلام. العالم نعيد أننا أهل بيت الله. فرح أبدي، ونصرة وسلام. صار دم العلم، نحن أهل بيت الله. بدم يسوع. هللويا. بدم يسوع. هللويا. صرنا أحرار. هللويا. بدم يسوع. هللويا. بدم يسوع. بدم يسوع. هللويا. صرنا أحرار. هللويا. بدم يسوع. دم الرب اشترانا. دم الرب اشترانا وافتدنا من الهلاك. لنا ثقة بالدخول بجرأة للأقدام. دم الرب اشترانا وافتدنا. لا
ثقة بالدخول بمراتي للأفداف بدم يسوع هللويا بدم يسوع صرنا أحرار بدم يسوع لا ديننا لا عدوى بل حياة لا انكسار لا مذلة بدم يسوع هللويا بدم يسوع هللويا 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 هاليلويا ادي المجد للرب هاليلويا 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 هنكمل تسبيح سيكون هناك فرصة قصيرة للصلاة بوضع اليد ما تتضايقش لو تقدمت للصلاة وما لحقتش اصلي لك بنعمة الرب في مرات تاني لكن الفرصة قصيرة ولو انت جاي من محافظة لو انت شعر بإلحاح من الروح القدس أن أنت تتقدم لتأخذ بهذه الطريقة سيكون وقت صلاة هنا في الأمام لكن إذا تقدمت ولم أستطع لم أتمكن من الصلاة لأجلك اليوم ما تتضايقش يبقى في مرات جاية لنعمة الرب يلا نكمل تسبيح ونفرح بالرب إلهنا هاليلويا نقدم المجد لساكن السماء ونسبح الحمد لمن في وسطنا نقدم المجد لساكن السماء ونسبح الحمد لمن في وسطنا الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه غنوا ورنموا بأعزب الألحان